خليني أخدك ونروح لخبر آخر. النهاردة انطلاق الحقيقة لدعم ريادة دي شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال. أطلقوا إيه بقى أو أصدروا لنا إيه؟ نتائج التقرير النصف سنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري. التقرير ده بيعكس حالة قطاع ريادة الأعمال في مصر. ده واحد. يعني يوصف الوضع. ثم ده مهم جدا في التقرير، ثم يضع أسس لفهم أعمق للتحديات أمام رواد الأعمال. طيب وماذا عن الفرص؟ فيقول لك لا، وأنا كمان بحط لك قدامك الفرص اللي من الممكن أن يتلقفها رواد الأعمال والمستثمرين من خلال بقى الأساليب المختلفة يعني والأساليب البحثية وما إلى ذلك. إذن فلنسأل فورا السيد المحترم عمر رزق الشريك المؤسس ومدير عام الاستشارات بشركة انطلاق. أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، شرفت بحضرتك. عامل إيه؟ شرف ليا. احكي لي بقى على التقرير بتاعكو وعاوز افهم تحديدا زي ما قلتوا كده توصيف للحالة وبعدين انتقل للتحدي ثم اذهب الى الفرص، انطلق ناحية الفرص بقى. اكيد قولي. احنا التقرير الهدف الرئيسي منه هو عمل يعني مش عايز اقول حصر بس يمكن الكلمة بالانجليش هي مابينج او تحديد الوضع في قطاع ريادة الاعمال في مصر. احنا طبعا لما ابتدينا في الرحله البحثيه عن في التقرير نفسه لقينا ان يمكن في بيانات كتيره او ديتا كتيره مش موجوده عن قطاع ريادة الاعمال في مصر، فابتدينا في الاول في جمع البيانات او الديتا الاقتصاديه، ودي تشمل تاثير قطاع ريادة الاعمال في الاقتصاد، قدره قطاع ريادة الاعمال على جذب الاستثمار، دي اللي يمكن بتوصل ان قطاع ريادة الاعمال قدر يجذب استثمارات باكثر من 2 مليار دولار في اخر 6 سنين بالاضافه الى توفير اكثر من 60,000 فرصه عمل. فلقينا ان في فرص كثيره جدا، وعشان نقدر نعمل تحليل او زي ما يعني يمكن في مؤسسات دوليه بتعمله كتير وهو طريقه الايز اوف دوينج بزنس او تقييم لبيئه الاعمال اللي موجوده في قطاع رياده الاعمال في مصر. فقدرنا نعمل كده من خلال ان احنا عملنا تحليل من خلال 8 محاور، الثمان محاور دول بيشملوا السياسات العامه والحوكمه، الشمول المالي، الشمول الاجتماعي، بيئه الاعمال، بنتكلم برضو في التقرير شمل على راس المال عابر الحدود، راس المال المغامر او الفنتشر كابيتال، واخيرا مساهمه قطاع التنميه ومساهمه القطاع الخاص في تطوير بيئه رياده الاعمال. اسمك الثلاثي يا عمر؟ اسمي الثلاثي عمر ياسر. اللي خلف ما ماتش يا عمر، ربنا يخليك يا استاذ. والله العظيم بص، ربنا يخليك. اولا بخلاف انه والدك ده كان اخويا الكبير حقيقي، الله يرحمه يا رب، وليه افضال عليا. فلما بقول لك اللي خلف ما ماتش انا بقولها لك من قلبي ومن عقلي الاثنين بقى، لان انا عاجبني جدا اللي انت بتقوله واللي انتوا بتعملوه، وفعلا انا عندي انحياز عاطفي ليك، خلاص الموضوع منتهي. فانا سعيد جدا وفخور بيك جدا وفخور بنجاحك، والله بجد مش هزار. ربنا يخليك، ده شرف ليا، شرف ليا. احنا بنبتدي وان شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل اكتر واكتر. ربنا يوفقك. انا كنا عاوزينك تكمل المسيره فتبقى الجيل الثالث في الصحافه يا عمر، بس هي جت كده يعني. جت كده فعلا، مش كده؟ ربنا يوفقك. انا سمع انه في تكريم هيحصل من فوربس، مش كده؟ حصل فعلا الحمد لله. لا بص، ما هو انت ابن واحد من اغلى الغاليين، احكي لي على التكريم بتاع فوربس ده. التكريم بتاع فوربس، احنا الحمد لله انا وزمايلي المؤسسين الانطلاق، مجله فوربس بتعمل ليست سنويه عن اكتر 30 شخصيه تاثيرا تحت سن ال 30 اللي هي 30 اندر 30. فلسنه 2023 اختارونا في ضمن القائمه الحمد لله على مستوى الشرق الاوسط. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عمر شوف بقى، موضوع انطلاق ده مش هيعدي معايا كده، انت في مرة كده تبقى رايق. اقول لك في السنة الجديدة، وهي كلها كم يوم يعني، 6 أيام 7 أيام وهنبقى دخلنا السنة الجديدة، انا بعد اذنك عايزك تنورني كده وتشرفني. هتحكي لي حدوتة انطلاق؟ لا ده انا اللي اتشرف جدا وهبقى سعيد سعادة الدنيا ان انا اشوفك كده واخدك بالحضن. انت مش متصور يعني الوالد كان بالنسبة لي ايه، والله العظيم يا عمر.
ف ربنا يخليك يا استاذ يوسف، يا ده حبيبي شرف ليا طبعا، شرف ليا كبير. حبيبي حبيبي حبيبي، ربنا يخليك يا رب. اولا انت ناجح، يعني انت عارف دايما لما بيبقى الوالد اسم مهم وكبير وقامه، فيبقى فيه كده احيانا يلقي بظله على الابناء او على الاخوه، بس انت نجحت في سكه بعيده عن الاستاذ ياسر رحمه الله عليه. انت الله سبت يرحمه، المهنه بتاعتنا وركزت في حاجه تانية ولمعت ونجحت. الحمد لله، الحمد يبقى لله، بنحاول الحمد لله بنحاول والشكر الحمد لله. لله. تنورني وتشرفني وتسلم لي شرف على الوالده الكريمه زميلتنا يوسف العزيزه، وتنورني يا باشا ان شاء الله في السنه الجديده بقى. بإذن ما الله، بإذن تنسنيش الله، ما تنسانيش. أكيد بإذن الله، بإذن حبيبي يا الله. عمر اشكرك يا حبيبي، ربنا يخليك يا رب. كل الشكر ليه، هقول ايه بقى، ابننا البكري عمر رزق ما شاء الله عليه، الشريك المؤسس ومدير عام الاستشارات بشركة انطلاق، شاب ناجح لأب رحمة الله عليه، لن أصفه بكلمة كان، وإنما أقول لك واحد من أفضل الناس ومن أروع الناس في جيله اللي دخلوا هذه المهنة، الله يرحمه أستاذ ياسر رزق.